تنامي ظاهرة هجرة الأطر الطبية إلى الخارج لاستيلاس والسادة النواب المحترمين من الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية. تفضلوا سيد النائب. شكرا سيد الرئيس. سيد الوزير، تشهد بلادنا ارتفاعا متواصلا ظاهرة هجرة الأطر الطبية والتمريضية وتقنية الصحة نحو الخارج لاعتبارات متعددة، في الوقت الذي تعاني فيه المنظومة الصحية الوطنية من خصائص في الموارد البشرية بمختلف المراكز الطبية والاستشفائية، فما هي الإجراءات التي اتخذتموها من أجل الحد من هذه الظاهرة؟ تفضل سيد الوزير. الرئيس السيد النائب المحترم، كنشكرك على هذا السؤال. يكتب عليك الكذاب اللي غادي يقول لك غادي نقدروا نحدوا من هذه الهجرة هذه بطريقة يعني نهائية، ما يمكنش، لأن هذا النقص هذا هو معضلة عالمية، العالم كله كيشهد هذا النقص في الموارد البشرية ديال القطاع ديال الصحة، ولهذا كاين فيها تجاذبات وتقاطبات ما بين جميع الدول. هو أستراليا بغات تاخذ، ألمانيا بغات تاخذ، المغرب تا هو خصو كذلك ياخذ. إذا باش يمكننا نمشيو في هذا الاتجاه، كانت عندنا واحد القانون اللي 131/13 اللي تغيروا تحيدوا منه العراقيل 33/21 باش نخولوا لجميع الكفاءات الأجنبية يمكن لها تخدم في المغرب الحمد لله. واليوم نقدر نقول لك بأن كاين عندنا 453 أجنبي كيخدم في القطاع ديال الصحة في المغرب، في القطاع الخاص ماشي القطاع العمومي. إنما القطاع العمومي خصو واحد التحفيز باش يكون عنده واحد النظام كذلك محفز بحال البلاد اللي كيخدم فيها، ولهذا الوظيفة الصحية غادي تجيب هذه الأجوبة على هذه التساؤلات، غادي يكونوا يمكن يكون واحد النظام اللي محفز باش يمكن لهم. حنا النقص راه معروف، ما غاديش نعاود نكرروا شحال 32000 طبيب و65000 ممرض، ولكن خصنا نديروا نعملوه كذلك باش نجيبوهم حتى حنايا من الخارج. وهذا كذلك كان الدوله والحكومه غادي تعمل كذلك على في التوامات مع بلدان اخرى باش يمكن لها تستقطب. وكاين الناس اللي باغيين يجيو يخدموا في المغرب، كيف كاين المغاربه اللي كيبغيو يمشيو يخدموا في البلدان الاجنبيه، كاين وحده اخرى اللي كيعتبروا المغرب بانه للدورادو خصنا نجيو نخدموا فيه، ولكن خصنا نوفروا لهم الظروف وحنا خدامين في هذه المساله هذه. شكرا لكم. شكرا. تعقيب السيد النائب المحترم، تفضلوا. شكرا سيد الوزير على الجواب ديالكم. هناك ثوره حقيقيه كيعرفها المنظومه الصحيه من تغطيه صحيه شامله اللي كتسمح لمجموعه ديال المواطنين انهم يوجهوا حقهم في الاستشفاء، من احداث مستشفيات جامعيه في جل جهات المملكه تقريبا، وذلك سيؤدي الى رفع من الاطر الطبيه واحد العدد اللي هو ملحوظ، من ترسانه قانونيه تؤطر المجال الصحي في المغرب اللي غادي تساهم في الحكامه ديال هذا القطاع والتدبير المحكم ديالو. ولكن كيبقى العنصر البشري اللي لازم الالتفاته ديال سيادتكم ليه، من نعاونوه بتكوين مستمر، تكوين اللي يكون هادف ومرن، من فتح المجال للدعم المعنوي والدعم كذلك اللي يكون مادي لهذه الاطر الطبيه، من توفير جميع التجهيزات الضروريه من اجل العمل ديالهم يكون عمل يسمح لهم يؤديوه في واحد الظروف اللي هي ملائمه. بهذه الامور هذه على الاقل يمكن لنا نحدوا من الهجره ديال الاطر الطبيه ونمكنهم انهم يخدموا في بلادهم، وعلاش لا اللي مشاو وخذوا التجربه يرجعوا عاوتاني. هل هناك تعقيب اضافي؟ لا. سيد الوزير فيما تبقى لكم من الوقت. نشوف سيد الرئيس. سيد النائب المحترم، انا غير بغيت نقول لك بان القانون ديال الوظيفه الصحيه على الابواب دابا في النصوص التطبيقيه غادي تجي ان شاء الله باذن الله. منين غيطبق على ارض الواقع ديك الساعات عاد غادي يبان.